في عملين قاعد أشتغلهم، اللي هو المسرح شقة بلندن، ومسلسل ظهر وبطن. طبعا العمل راح يكون كوميدي، راح يكون في رمضان إن شاء الله، راح نقدمه بإذن الله ويعجبكم ويحوز على رضاكم. أوكي، طبعا معانا مجموعة حلوة بالنسبة للمسرحية مثل ما أنتم شفتوا، يمكن الأغلب شاف، أنا نزلت صورة. طبعا معانا الأستاذة إلهام الفضلة، ومعانا الأستاذ إشاب جوهر، ومعانا الأستاذة ميس كامر، والأستاذ أيضا طارق العلي. أوكي، ومعانا مجموعة حلوة، معانا الأستاذ بعد جمعة علي. أوكي، جروب جميل وقوي وجبار وما يحتاج، ما شاء الله اسمه عالي وكبير. إن شاء الله يعني نقدم شيء جميل لكم، وإن شاء الله الله يكرمنا ويوفقنا في هالعمل. زين، طبعا للحين احنا ما خلصنا المسلسل، بس قاعد يعني نشتغل ونسوي تصوير، وقاعد نسوي شيء طيب ويعني شيء وايد حلو. طبعا انا كاركتري غير، راح اطلع مرة عيوز شوية شرانية يعني قوية و مسيطرة مستبدة شوي. دوري حلو يعني، ما ادري هي اليد تكون الحامية على العيال، احفادها، تربية وقوة ومسيطرة، وهي كل شيء لها، المادة والفلوس يعني الامور هذه. هذا بالنسبة لمسلسل بطن ظهر انا قاعد اكلمكم عنه. بالنسبة حق دوري، دور سباكة، دائما دور سباكة.